الضربات الإسرائيلية التي تمت صباح هذا اليوم ضد هذه الشحنة. سيدي الكريم، السؤال يعني استراتيجي نوعا ما، كان هنالك اتفاقا بين روسيا وإسرائيل، ومن المفترض أنه بشار الأسد الرئيس السوري أن يلتزم بهذا الأمر مع التقارب والأمور التي عادت إلى مجراها نوعا ما إلى النظام السوري. برأيك يعني لماذا الرئيس السوري بشار الأسد يسمح حتى هذه اللحظة لمثل هذه الشحنات للأسلحة الإيرانية أن تدخل إلى وتتدفق من إيران إلى مطار دمشق الدولي أو غيرها؟ لماذا يسمح بهذا؟ ألم تتغير الأمور بالنسبة إليه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بالنسبة للنظام السوري أو نظام الرئيس بشار الأسد، هو لا يمسك تماما بالنفوذ على سوريا، وبالتالي إيران تمد ولديها نفوذ على الأرض الواقع، وهذا النفوذ يعني هو ينتقده في الآونة الأخيرة بشكل علني، وبدأ يشعر أن هذا النفوذ يربك سياسته ويربك التوجهات الجديدة التي يريد معها رفع العزل عن سوريا ومحاولة العودة إلى الجوار العربي وإلى المنطقة العربية، طبعا بوساطات روسية وتشجيع روسي، وحتى عموم المنطقة، حتى التشجيع الأمريكي، إن المنطقة تحاول أن تتواصل فيما بينها لخلق استقرار. لكن إيران بلا شك أجندتها مختلفة تماما عن كل هذه التوجهات، وبالتالي فكرة أنه إيران تحتاج إلى دعم قوات على الأرض في سوريا والعراق للضغط على إسرائيل، لأن هذا عامل مكمل جدا بالنسبة لها في ملفها النووي، لأنها على أبواب إنتاج القنبلة النووية، وتتوقع أن إسرائيل سوف لن تسمح بهذا، واحتمال التصادم مع إسرائيل الذي هو بدأ أصلا وفي كل مكان قد يتوسع إلى أن إسرائيل قد تضرب في الداخل الإيراني. إذن كل هذه الأمور تحتاج من إيران أن تقوي وضعها في سوريا خصوصا لكي تهاجم إسرائيل من الداخل من خلال ميليشيات موجودة في سوريا. إذن هناك ملف آخر يتعلق بالملف النووي الإيراني، والتوتر الإسرائيلي الإيراني يؤثر بشكل آخر على الوضع السوري، وهذا ما حصل. محاولات تمرير الشحنات عن طريق الأراضي العراقية أصبحت قضية صعبة، لأن هناك رصد قوي من قبل إسرائيل لهذه الحركات، وبالتالي كثير من الشحنات قد ضربت. الآن محاولات استخدام الجو بشكل مباشر، ولكن يبدو أن إسرائيل لديها عيون حتى في داخل إيران، بحيث أن الشحنة الأخيرة التي تفضلت بالحديث عنها تم رصدها من داخل إيران قبل خروجها، وتم تدميرها حين وصولها إلى سوريا. إذن التوتر قائم، وهو توتر إسرائيلي إيراني يجري الصراع فيه على الأرض السورية والعراقية بشكل أو آخر. طيب، الضربات تبدو فيها بدقة عالية، صحيح أن الموساد والاستخبارات الإسرائيلية متغلغلة في الداخل السوري، ولكن ليس من المعقول ضربة اللاذقية الأسبوع الماضي، هذه الضربة تضرب شحنات كبيرة وفيها أسلحة دقيقة للغاية. السؤال هنا يا سيدي الكريم، هل تعتقد بأن روسيا باتفاقها الأخير مع إسرائيل نوعا ما هي تقدم معلومات لهم، نقاط رادارية دا تنضرب، منظومات دفاعية دا تنضرب، اختيالات على أعلى المستويات، المنشآت الكيماوية التي كشفت عنها الواشنطن بوست، هل تعتقد روسيا نوعا ما تساعد إسرائيل بالخفاء للقيام بهذه الضربات؟ مؤكد يعني بالحقيقة من المنطقي أن نذهب بمثل هذا الاتجاه. روسيا لديها علاقات استراتيجية بعيدة الأمد وعميقة مع إسرائيل، وسوف لن تضحي بإسرائيل بأي شكل من بشكل أو آخر، في حين علاقتها مع إيران هي علاقة مشاركة وتنافس إلى حد ما على النفوذ في داخل سوريا، وبالتالي أن تتفرد بالنفوذ في داخل سوريا من خلال دعم وحماية إسرائيل وحماية موقف إسرائيل وإضعاف الموقف الإيراني بخلق جبهة يعني من رئاسة الحكومة السورية وإسرائيل ضد إيران بقدر أو آخر، هي في الأخير يصب في مصلحة روسيا لكي تتفرد في النفوذ على سوريا. إذن الموضوع طبعا السوري متداخل جدا في حيثيات كثيرة جدا ومعقد جدا، ولكن ما ذهبت إليه هو وارد، وأنا أعتقد أن روسيا يعني تلعب دور بقدر أو آخر، ظاهرا هي بدور الشريك والصديق مع إيران، ولكن باطنا هي لا ترى أن إيران صديق يعني يمثل أهمية استراتيجية أو منفعة متبادلة معهم في أي من هذه الملفات. طيب، هذه الضربة هي الضربة الحادية عشر خلال أقل
من شهرين من قبل إسرائيل تجاه سوريا، وهي يمكن 28 حتى بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال عام 2021. وإذا ما قارنا النسب سنجد أننا أمام تصعيد في هذه الضربات. هل تعتقد أن العام القادم عام 2022 في ظل هذا التصعيد سيغير وضع الميليشيات في المنطقة، أم أن العناد سيستمر في الساحة السورية برأيك؟ لا طبعا التصعيد سيستمر أكثر بلا شك. إيران تدعم بقوة ميليشيات وتسلحة لأنها تعد لمنازلة مع إسرائيل وعلى الأرض الإسرائيلية وبمهاجمة الأرض الإسرائيلية. في ذات الوقت التصعيد من قبل إسرائيل أيضا يتقدم على إيران في هذه الوتيرة. إسرائيل تهيئ نفسها لضربة نوعية في داخل إيران هذه المرة، ولا تخفي هذا الأمر. يعني كانت إسرائيل توجه ضربات للميليشيات في الجوار الإسرائيلي وفي منطقة العراق وسوريا خصوصا، لكن الآن بدأت إسرائيل تتحدث علانية عن احتمال توجيه ضربة في الداخل الإيراني للمنشآت النووية الإيرانية أو بعض الأهداف الحيوية ذات العلاقة ببرنامج جيران النووي. إذن الحرب قائمة، الحرب يعني بكل مكان موجودة بين إسرائيل وأمريكا، ولكنها ضربات نوعية. وإيران كل أسلحتها في المنطقة أو كل أدواتها في المنطقة هي الميليشيات، وبالتالي الميليشيات سوف تقع يعني بين مطرقة إسرائيل والسندان الإيراني. فإذا ما اختارت نفسها مزيد من التواجد، إذا نتوقع مزيد من الضربات ونتوقع مزيد من التصعيد بلا شك في العراق وسوريا. طيب، كلام القيادة المركزية الأمريكية عن الطائرات المسيرة التي أيضا هي اقتربت طائرتان من قاعدة التنف، وعلى ما يبدو بأنها جاسوسية، ليس هنالك تأكيد على هذا الموضوع، هي تحليلات فقط. برأيك سيدي الكريم، هل هذه تجهيزات وتحضيرات لمرحلة تصعيد قادمة إذا ضد قاعدة التنف أو غيرها؟ هل نستطيع أن نأخذ هذا كتأكيد على الموضوع؟ يعني بلا شك أنه استفزاز الوجود الأمريكي كمرحلة لاحقة من قبل إيران في سوريا هو أمر متوقع، لأنه أسباب يعني التوتر في داخل العراق ضد الوجود الأمريكي بدأت تضعف، يعني بتغيير مسمى القوات، ويعني تماشي أمريكا مع ما لمنح بعض يعني المطالبين بخروج القوات مكتسبات إعلامية ودبلوماسية وسياسية إلى حد ما، تماشي الانسحاب أصلا مع الاستراتيجية الأمريكية التي هي يعني على يد الديمقراطيين تريد أن تنسحب بشكل أو آخر وتترك للمنطقة تصفية ملفاتها فيما بينها. كل هذه العوامل تجعل سوريا هي الخطوة الثانية المتوقعة لأمريكا الانسحاب من عندها، وبالتالي إيران تريد أن تعجل من خلال إجراء مثل هذه الطلعات الاستفزازية، ليس بداية ضرب وربما ليس حتى التجسس، وإنما بداية استفزاز للوجود الأمريكي في سوريا، وبالتالي هذه مقدمات لإثارة رأي عام في داخل أمريكا. إيران بدأت تقرأ معادلات الصراع في داخل أمريكا وبدأت تشتغل على هذه المعادلات بطريقة حاذقة وذكية، بحيث أنها توظف الكثير من زخم التأثير الداخل الأمريكي لتمشي سياساتها، وبالتالي نجد الانقسام في داخل الكونغرس والانقسام في داخل الحكومة الأمريكية حول وجود القوات من عدمها، حول دورها، حول علاقاتها مع الفرقاء الموجودين في المنطقة. كل هذه الأمور هي نقاط خلافية في وضع متوتر سياسيا في داخل أمريكا بين الحزبين، وهم مقبلين على انتخابات تكميلية وانتخابات لاحقة قد تحسم يعني وضع قد تحسم الأمور إلى نتائج مفاجئة.